مساء الخير، مرحبا بكم في المباشر. ما زلت اذا تغطيتنا المباشره لاجواء تظاهره الكاف عاصمه الرياضه المدرسيه في هذا الطقس الممطر مع وزيره شؤون الشباب والرياضه السيده مجدولين الشيرني. سيده الوزيره مساء الخير، مرحبا بك. شنو هي الاهداف نتاع التظاهره هذه وكيفاش كانت مساهمتكم كوزاره في انجاح هالتظاهره هذه؟ احنا اليوم كوزارة شؤون الشباب والرياضة واللي يلزم يكون عندنا دور كبير في منظومة الإصلاح التربوي. ما نجموش نحكيو على الإصلاح التربوي، ما نجموش نحكيو زاد على التلامذة نتاعنا من غير ما نحكيو على الرياضة، ومن غير ما نحكيو خاصة على الرياضة المدرسية. احنا اليوم عندنا لجنة مشتركة قاعدة تخدم ما بين وزارة التربية ووزارة شؤون الشباب والرياضة، واللي مشروع كامل اليوم في إطلاق يعني مدرسة صحيح الشاد كمدرسة أولمبية، واللي باش تولي هي أون فات اللي نشوفوا فيها النخبة ونتلاو بهم يعني من الصغرى. كيف كي نحكي وراء عاصمة رياضية، احنا اليوم مطالبين كيف ما تشوفوا يعني بعض المنشآت الرياضية اللي يلزمها تتصلح، لكن لهنا ارتقينا بالرياضة. يعني اليوم كيف ما ريتوا رياضة للصغيرات كوسيلة ترفيه، لكن أيضا الرياضة لهنا واللي فالور هيومان، خلينا نحكي على يعني ليسبري دو جروب، على التسامح، على التآزر، على السلام، هذا كله يعني منظومة كاملة لصغيراتنا. واحنا فما لجنه مشتركه قاعده تخدم تويكا كل سلعه، كل تلميذ باش يروح بفلاير اللي فيه البرنامج تاع الانشطه الترفيهيه والثقافيه والرياضيه. سيناجي تشوش علينا راه. يعطيك الصحه سيد الوزير، مرحبا بك معنا في المباشر. سيناجي مرحبا بك. اليوم يظهر لي التظاهره حقت اهدافها في دوره اولى اللي اكيد راه تسحق برشا دعم ان شاء الله منكم. لا هو شوف، ما تعرف انا يفورو تروفي لسبري دو لاغريس، ديمقراطيه عملها بيريكليس والالعاب الاولمبيه، واحنا عندنا برشا رند نحطوه هنا بلاد الرند هنا تبارك الله. شوف لو سبور سكولير ما هوش ان لوكس، راهو عامل كان نحبه معناه نكونوا تلامذه وجيل متوازن، معناه كان نحبه نحيو العنف، نحيو المخدرات، نحيو برشا افات. كان حبوا ريال موت تلميذ يتحسن مردوده الدراسي، يلزم الرياضه المدرسيه تولي عنصر اساسي، مش او نهار مطر ما عملناش، او نهار ريح ما عملناش، او نهار سخانه ما عملناش، لا يفوت تجهيزات. اليوم ما عندناش تجهيزات كافيه، سبري كون بيان ديماري مع وزاره الشباب والرياضه قاعدين نحسنوا. التظاهره هذه هي جزء من عمل تاع في وزاره. احنا اليوم عندنا قبضه عاصمه الثقافه المدرسيه، هنا عاصمه الرياضه المدرسيه، خلينا تشوفوا معناها الصغار يحبوا يعملوا رياضه. تشوفوا اليوم المطر ثم كوره ثم رياضات الكل ثم فما تنافس، يلزم ترجع الرياضه المدرسيه كمكون اساسي لتلامذه. اليوم فما مجهودات قاعدين بها المدرسه هذه، احنا عملناها ورجيناها ما فيها حفات شيء، فما تجهيزات، فما مجهود عم في وزاره الشباب والرياضه، فما مجهود عم في وزاره التربيه، فما مجهود عم في الجمعيات الرياضيه. انا نوعد التوانسه الا مساله التجهيزات اما الرقميه ولا الرياضيه والكل، معناها ماكسيموم 2019 ترجع المدارس التونسيه دون دي ستاندار انترناسيونو. بقينا يلزم تتكاتفوا الجهود، يلزم الناس كل تخدم. راهو مستقبل المدرسه هو مستقبلنا، مستقبل المدرسه، مستقبل الصغار، هذا هو حاضرنا ومستقبلنا. ثم مجهود، انا نحيي كل من شارك في التظاهره من مندوبيه الرياضه، مندوبيه التربيه، من جمعيات، من مجتمع مدني، من اولياء. انا من 7 الصباح هنا جايبين اولادهم، هذيك هي نحبها المدرسه التونسيه، مدرسه تصفق الحياة، تغني الحياة، والرياضة هي غني الحياة، واحنا راهو شعر الوطن غنى الحياة، الشعب هذا ما نجم يغني الحياة، الشعوب الكل في العالم يقول لك ميرسي ثانك يو ثانك شين، احنا نقول لك يعيشك، احنا الشعب الحياة. شكرا لك السيد الوزير. نختم مع السيد الوالي، مرحبا بك معنا في المباشر. دلالات انه التظاهرة هذه تكون في الكاف اليوم. هو بطبيعه الحال اليوم الكاف عاصمة الرياضه المدرسيه، هذا شرف لنا كجهه، بطبيعه الحال في اطار انه انجاح هذه التظاهره، وان شاء الله تتواصل في كافه الجهات، وخاصه ان تكون منطلق نتاع انه الشباب نتاعنا وابنائنا في المدارس يتعاطوا الرياضه بصفه مسترسله، وتكون عندنا اليات وعندنا فضاءات اللي قادره وانها تخلينا نمارس الرياضه في كل الاوقات. يعطيك الصحه سيد الوالي، كانت هذه طلاله مباشره من المدرسه الاولمبيه حي حشاد في اطار تغطيه التظاهره الوطنيه الكبرى الكاف عاصمه للرياضه المدرسيه.